أستاذة ولاء حسن، ميك اب ارتست، بنرحب بيكي معانا في موقع فوشيا. أهلا وسهلا بيك. اشتغلتي ميك اب ارتست مع الفنانة الشابة دانا ابو زيد، كلميني عن الشغل اللي انت اشتغلتيه معاها في البشرة بتاعتها. في صعوبات واجهتيها في البداية ولا وصلتي لللوك اللي احنا طالعين بيه ده ازاي؟ اولا دينا ما شاء الله وشها حلو جدا، تمام. ما تعبتش تقريبا في اي حاجه خالص. احنا بس عملنا شويه كونتور، نحتنا البشره عشان تبان ملامحها اكتر، اوكي. حطينا لايت ميك اب فوق عينيها، ميك اب خفيف هادي خالص، الشفايف عندها كبيره شويه، طبعا شكلها حلو، فخلاص حطينا لها روج فاتح عشان تبان افضل يعني. بس طب كان في حاجة معينة مثلا في البشرة بتاعتها حبيت انك انت تشتغلي حاجة معينة عشان تطلع كده؟ يعني في حاجة مميزة فيها او في عيب معين فيها؟ لا، هو في ميزه فيها طبعا ان هي لونها برونزي، طبعا لون جميل جدا. ده خلانا عملنا الوان ترابيه فوق عينيها، اوكي، وحطينا روش برضو ترابي شويه، او يعني من الالوان الترابيه اكتر يعني. طيب بالنسبة للميك اب ارتست في 2015، الالوان اللي نازلة موضة في الصيف ايه؟ والله الالوان الهاديه كلها نازله موضه، تمام. والروج الفاتح اللي هو الالوان البيل شويه اللي هي البهته شويه موضه اكتر السنه دي، طبعا مع تحديد العين بالايلاينر، ده مهم جدا جدا. طيب لو اتكلمنا بشكل عملي شوية عن الميك اب بتاعها من ناحية رموش، شفايف، استخدمت ايه في المناطق اللي هي يعني في عينيها، استخدمت ايه في الشفايف؟ احنا فوق عينيها حطينا لايت ميك اب برضه زي ما قلت، وحددنا شويه باللون البني، وحطينا رموش تقيله عشان تبرز شكل العين، وحطينا كلر من تحت عينيها، يعني غيرنا شويه الاسود الدارج، على طول بيحطوا اسود، لا حطينا اسود معاه كلر تاني، والروج فتحناه بس شويه عن العادي برضه، يعني ينفع لوك للنهار كمان. طيب لو اتكلمنا بقى في نصايح بتوجهها للفتاة للحفاظ على بشرتها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بتاعت الصيف. تمام. اول حاجه لازم يبقى فيه روتين يومي للبنت تعمله كل يوم، عروسه او مش عروسه، تمام، اللي هو كريم الليل وكريم النهار وكريم العين، مهم جدا. لازم البنت كل يوم تحط الحاجات دي، برضو عروسه او مش عروسه، وتحط سان بلوك قبل ما تنزل او قبل الميك اب عامه يعني، وتجدد كل ساعتين، ويستحسن ما تحطش ميك اب بالنهار.